استاذ حسن. مساء الفل. مساء الجمال. مساء الورد. مساء الرضا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يعني الفريق اكتمل وعملتوا مجهود مع بعض وركزتوا مع بعض بصراحه عملنا مجهود كويس جدا جدا واشتغلنا كويس، وفي الاخر بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. وبعدين انا كان ليا رغبه بالنسبه لي شخصيا، يعني اشوف هذا الرجل الاسطوره، انت يطلق عليك الاسطوره. الناس لما بتقعد تتفرج على الحزام ده، اولا انا ولا اسطوره ولا حاجه، انا راجل بجتهد. ده تواضع مع فريق عمل بيجتهد. بص حضرتك لازم تبقى عارف ان انا ما نجحتش لوحدي، انا نجحت بفريق العمل. انا من غير فريق العمل ما نجحش. صحيح. بالعكس، احنا تروس بنكمل بعض، ولكن انا في الواجهه مش اكتر. ربنا يوفقك. اشكرك. اه والله ربنا يوفقك. انتوا كمان عندكم النهارده مباراه مش سهله، والاهم ان انتوا انضميتوا خلاص فريق الدهليه لعيله العباقره، فانتوا نورتونا في عيله العباقره. شكرا. نحيي كلنا فريق الدهليه. اما العيله